من أفراد وهيئات مدنية، أحزاب، نقابات، جمعيات حقوقية، جمعيات مجتمع المدني، معطلين، طلبة وتلاميذ. على إثر وفاة شهيد لقمة العيش محسن فكري لمدينة الحسيمة الذي قاوم مصادرة السلطات لأسماكه بطرق غير قانونية، مما تسبب في طحن رفقة أسماكه بواسطة شاحنة الأسبان بشكل مهين وحاف بكرامة الإنسان. أصدر الترسيخ المحلي قلعة الساغنة من أجل الكرامة والمواطنة الكاملة نص البيان التالي: إن تلك الشاحنة التي طحنت محسن لم تكن سوى نموذج مصغر لوطن الطحن فيه هو الفعل المستباح يوميا في المستشفيات حينما لا يجد المريض سريرا، في المدارس حينما لا يجد التلميذ مقعدا، في المحاكم حينما لا يجد المظلوم منصفا، في الحواضر حين لا يجد المعوز سكنا، في الشارع حين لا يجد الطفل أسرة، في التشغيل حين لا يجد الشاب عملا. فآلة الطحن لم تتوقف يوما ولم تتعب يوما من الطحن. صورة محسن المطحون هو وجه كل المسحوقين التي يتم طحن دماؤهم وحياتهم كل يوم. اليوم لن ننسى القصة كما نسينا فجعة بوركون وبراعم طنطان وضحايا الفيضان وضحايا تشكا وام فتيحة وكل معاصي الوطن. لن نترك أم الفقيدة وحدها تتحمل وجعها حتى آخر رمق. فلن ننسى ولن ننام ولن نهاجم ولن نسامح ولن يغمض لنا جفن. لن تبرح الجراح الصدمة وسيبقى الندم، ولن يصبح الفقيدة مجرد رقم في سجل منكوب هذا الوطن. لن نسكت ليأتي الدور على آخرين لتستمر عجلة الطحن كما تشتهون، لأننا شعب ليس بقصير النفس. فلا تغتروا وكونوا متيقنين أن احتداد الأزمة التي أصبحت تعبر عن نفسها بطرق بشعة والسقط اليومي الممارس على الفئات العريضة من فقراء هذا الوطن لابد وأن تنفجر يوما. وسيكون الوقت قد فات وستتحملوا بدوركم جزءا من المسؤولية، لأنكم في الوقت الذي اعتبرتم أنفسكم تساهمون في حقن الغضب كنتم من حيث لا تدرون تزيدون في غليانه. وعلى يا ما تطفي غتشعل غتشعل يا ما تطفي غتشعل غتشعل وخاطر يا ما تطفي غتشعل غتشعل ويا نار الجمهور نار قوية غتشعل. وباسم الترسيخ المحلي من اجل الكرامة والمواطنة لا يسعنا سوى ان نتقدم تعازينا الى ذوي الفقيد في الوطن والمهجر ونعزي كافة اهله واقربائه، داعين من الله عز وجل ان يتغمده بواسطع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولذويه المزيد من الصبر والسلوان وان تكون خاتمة. كما نحمل اعضاء اللجنة التي اشرفت على اتلاف الاسماك بطريقة غير مسؤولة الشارع العام كان المسؤولية الجنائية في وفاة محسن فكري، وعلى رأسهم مندوب وزارة الصحة باعتباره يرأس اللجنة. كان يجب أن يكون يوم الحادث وأنا الاعتقال تحت الحراسة النظرية، لأننا إزاء حادث ناجم عن شطط في استهمال السلطة وتعسف واضح سببه السلطة التقديرية. فقد كان من المعقول أن يأخذ وكيل الملك في حقهم إجراءات قانونية إلى حين استكمال مسطرة التحقيق. إننا نعتبر ما وقع بالحسيمة فوضى، لأنه لا يمكن استدعاء شائمة لإتلاف الأسماك بالشارع العام، لأن الحجز والإتلاف لهما مسطرتهما الخاصة ينطلق بإعادة المحجوزات إلى مصدرها الأصلي ليتم استدعاء المكتب الوطني للسلامة الصحية التي تعمل مصالحه على معرفة أصل الأسماك لمنح شهادة بيطرية تؤكد قابلية المحجوزات للاستهلاك الآدمي، مما يدفع بالسلطات إلى تحويلها لمؤسسات
الجماعية، كما ندعو وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال إلى الاستقالة إن لم يقدر على مجاراة الملف واعتقال كافة المتورطين، في حين أن مجرد قبلة طائشة بين شاب وشابة قادت لاعتقالهما والتحقيق أمام أنظار النيابة العامة. وفي الأخير والشكر مرصود لكافة المشاركين بهذه الوقفة التضامنية التنفيذية ضد الحكرة والمهانة من هيئات سياسية ومدنية ونقابات وحقوقية وجمعيات المجتمع المدني. وفي الأخير نجدد الدعوة لمجموعات الإطارات التي تريد الالتحاق بالتنسيق المحلي لأجل الكرامة والمواطنة. وفي الأخير نقع فاتحة لروح الشهيد.